الخير عليكم مشاهدي ومشاهدين قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة من حلقات ساعة في بيتنا إيه هكون معاكم أمان عصام كل أربع من الساعة واحدة للساعة اثنين من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا صدق الله العظيم أم تقتل طفلها بسكين مطبخ شاب يقتل والدته بسبب الميراث شاب يقتل شقيقه أب يقتل زوجته وأبنائه بنت تقتل والدها بمساعدة عاشقها كل دي عناوين بتبقى غريبة وصعبة جدا على ما سمعنا وبنسمعها كتير جدا الفترة اللي فاتت دي وبصراحة يعني هو ده موضوع حلقتنا النهاردة موضوع شيق ومثير للجدل لكتير من الناس ده لو ما كانش كلنا خلال حلقتنا هنعرض أسئلة وهنجاوب عليها خلال الحلقة دي مشكلة موجودة القتل والجرائم والناس اللي من قلبها الرحمة والإنسانية في سمعنا عن قصه شاب قتل اخوه بمساعده امه ازاي ازاي قدر يتجرد من مشاعره من انسانيته ومن الرحمه وازاي ام ما ينفعش نقول عليها ام ما تستحقش الكلمه دي ان احنا نقول عليها ام ازاي قدرت تتجرد من مشاعرها من انسانيتها ازاي قدرت تقتل ابنها ازاي بمساعده ابنها التاني دول بيكونوا بشر عاديين كل دي أسئلة بتدور في بالنا دول بيكونوا إزاي؟ دول أكيد عندهم حاجة مش مظبوطة في ناس تقول مثلا ممكن يكون عنده مرض نفسي هو اللي وصله لكده وناس تانية بنبقى عارفين إن هم ما عندهمش مرض نفسي وكويسين جدا ومع ذلك بيعملوا ده سمعنا عن قصة تانية بتكون إن أب كان مغتصب وللأسف الشديد كان مختصب بنته إزاي بيقدر يعمل ده؟ ازاي بيتجرد من مشاعره ومن الرحمة ومن العاطفة اللى بتبقى اتجاهه ناحية بنته ازاى هو ده موضوع حلقتنا النهاردة كمان عايزة اقول ان محور الحلقة هيكون بيتكلم عن القتل او الجرائم خلال الاسره الواحده، من داخل الاسره الواحده، هي دي المشكله، احنا مش هنخرج بره عن الجرائم الموجوده في اي حد، حد قتل حد عشان اخد منه فلوس، في مشكله معينه وبياخد حقه، في اي حاجه لا احنا هنتكلم عن المشاكل اللي موجوده داخل الاسره الواحده، اب قتل بنته، يعني اطفال او ابناء قتلوا ابائهم او امهاتهم، هنتكلم عن المشاكل الموجوده داخل الاسره ونعرف دول ايه مشكلتهم او ايه اللي موصلهم لكده هل ده بيكون مرض نفسي ولا بيكون بسبب تربيه غلط ولا بيكون بسبب حاجه مش مظبوطه من البدايه عند الانسان اللي بيعمل كده تانى حاجه احنا فى فتره فيها فيروس الكورونا فترة اللي مش قريب من ربنا المفروض يقرب، فترة المفروض اللي عنده مشكلة في حاجة معينة لازم يحلها، فترة لازم نتقي الله في نفسنا وفي تصرفاتنا وفي غيرنا وفي كل حاجة في حياتنا، فيروس بياخد مئات من الناس كل يوم، لازم نصلح نفسنا ولازم نمشي على الطريق الصح، آه، كمان عايزة أتكلم إن الفيروس موجود لكن إحنا مش ضامنين الدقيقة الجاية نكون عايشين ولا لا، مش ضامنين هنكون مكملين ولا لا، لازم نعمل أستوب ونوقف كل الكلام ده ودول العيلة اللي احنا منهم لازم داخل العيلة نصلح حاجات كتير قوي عشان ما توصلش للقتل والجرائم وللحاجات اللي بنسمعها الكبيرة جدا والعناوين الضخمة اللي بقينا بنسمعها الفترة اللي فاتت وكمان بقت المشكلة بنسمع العناوين الكبيره دي وما بنتاثر عادي لما نسمع ان اب إغتصب بنته او ابن قتل باباه بقى عادي اللي هو ايه ده لا حول ولا قوه الا بالله ازاي عمل كده وخلاص بقى عادي على ما سمعنا هل ده بقى عشان احنا مثلا ده بقى منتشر كتير فبقى عادي ولا احنا بقينا بقين بنشوف انه ايه عادي يعني لما يحصل كده في ناس بتشوف ده وفي ناس بتشوف ده هو ده موضوع حلقتنا النهاردة هنتناقش فيه إيه كمان عايزة أقول إن إحنا أرجع تاني للنقطة اللي كنت بقولها إن إحنا نقرب من ربنا نقرب من ربنا نتقي الله في كل تصرفاتنا إيه نتقي الله في تعاملاتنا مع الناس الأسرة اللي إحنا منها أو الأسرة اللي إحنا عايشين فيها لازم ده أد... الطبيعي والفطرة إن أنا, أنا هكون مولودة بحب مامتي بحب بابايا بابايا ومامتي بيحبوني ولادي إخواتي العيلة المحيطة بيا هو ده موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن القتل داخل الاسرة الواحدة خلونا نطلع فاصل قصير بس قبل ما نطلع فاصل عايزاكم تتواصلوا معانا من خلال الارقام اللى موجودة على الشاشة او البيج بتاعتنا على الفيسبوك هنطلع فاصل قصير ونرجع ليكم مرة تانية ابقوا معنا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا عن العنف داخل الاسره هنتناقش في ده مع الدكتور مجدي انور استشاري العلاقات الاسريه وتعديل السلوك اهلا بحضرتك يا دكتور آه، أنت أهلاً انت منورنا مشاهدين اهلا بحضرتك سعيده بوجودك معانا <applause> ربنا يخليك دكتور حابه اعرف من حضرتك عايزين نتكلم عن العنف داخل الاسره هل العنف داخل الاسره بيكون سبب في ارتكاب الجرائم او القتل بالتأكيد هو العنف طبعا سبب كل جريمة وكل قتل لكن العنف دليل مصادر بتاعته اللي بتبقى من البداية مع طفل منذ نشأته وهقول ان اللي بيخلي الطفل في حالة عنف اصلا هقول الام والاب أم لان أم الطفل لما بيتولد مش بيتولد عنده عنف لكن الام بتتعامل مع الطفل ازاي الاب بيتعامل مع الام قدام الطفل ازاي الاب بيتعامل مع الطفل ازاي دول ثلاث نقط العنف ممكن يكون على شكل ايه مثلا أه هقول ان الام اللي, هت... اللي بتتعامل مع الطفل مثلا بصوت عالي بتزعق له او بتلطشه فيه. ده يعتبر عنف طبعا ده كده بدايه العنف الاب اللي بيتكلم مع الام باسلوب حاد او بيمد ايده بيضربها ده عنف الاب اللي بيزعق لابنه او بيضربه ده عنف فدي بدايه العنف الاسري اصلا الطفل طبعاً لما بيتولد لما بيشوف العلاقة بالصورة دي بيبتدي يكتسب أن دي الإسلوب الطبيعي للتعامل داخل الأسرة أو داخل المجتمع فدي خبرة بتصل للطفل في المرحلة العمرية لسه مع بداية عمره بيكون الطفل مثلاً في البداية بيعيط محتاج عنده احتياجاته الأساسية من أكل الشرب عايز يغير فتيجي الأم تزعق له وتنتهره لأنه هو بيعيط فهو ليه احتياج؟ المفروض ان الام بتسدد احتياجه مش بتزعق له وبعدين المفروض الام لما بتكون رايحه للطفل وهو في حاله بيعيط او كده تكون بتبتسم في وشه عشان يتعلم الابتسامه لكن وهو لو... لسه طفل وهو رضيع لسه طفل رضيع انا مش عايزه اتكلم من مرحله وجود الطفل لسه داخل بطن امه لما بتكون الام اصلا عصبيه او عنيفه ده بيأثر على الطفل وهو في داخل بطنه فتره الحمل في فتره يكون... الحمل الطفل اللي مرفوض اصلا يعني في اطفال بتتولد بتبقى الاب او الام ما كانش عايز طفل او مش عايز طفل في الوقت الحالي إيه لما بيجي بتكون المعامله اتجاهه مش كويسه او بيبقى لسه الطفل في بطن امه والطفل بيتاثر بدوت وهو ده لسه داخل بطن امه ويحس بالرفض فبينزل طفل مش سوي اصلا آه فالتعامل مع الطفل من لسه وهو جنين داخل بطن الام ده جزء، الجزء الثاني بقى التعامل المباشر مع الطفل بمجرد ولادته آه رد فعل الام يعني ام صاحيه من النوم عشان الطفل ده محتاج ياكل او محتاج يغير ايما متعصبه فايما متعصبه متنرفزه فبتعامله بعنف بعصبيه بتحركه بعنف كل دوت بيعلم الطفل بيخليه يكتسب خبرات وهو لسه في حاله صمت في حاله يا دوب بيتعرف على الدنيا حواليه فبيشوف ان ده الاسلوب الطبيعي للتعامل إيه، طيب دكتور مجدي كنا عايز كنت عايزه اعرف من حضرتك ايه هو المفهوم الصحيح للعنف الاسري مفهوم العنف الاسري بكل المعاني هو التعامل الغير سوي مع الطفل او التعامل الغير سوي بين افراد الاسره اي حد داخل الاسره اي حد داخل الاسره لاني هقول ان الطفل هو عباره عن يعني مرايه بتعكس جو الاسره شكله ايه فعلى قد ما هكون بتعامل داخل جو الاسره باسلوب هادي باسلوب لطيف باسلوب راقي على قد ما الطفل دوت هينشا بنفس الاسلوب نفس الحياه يعني العنف الاسري سبب للقتل او ارتكاب ده ده البدايه ده نقطه البدايه اللي بي يعني بيكتسب بيها الطفل الخبرات الحياتيه ان دي الصوره الرئيسيه الاساسيه للتعامل عشان كده لو يعني لو انا قلت مثلا احنا دي يمكن دي بنعاني منها قوي واحنا مثلا في الطريق في مصر في اي مكان وانت ماشيه في طريق حد بيعدي من جنبك ويروح باصص لك بصه كده يعني هيقتلك هيقتلك <applause> <applause> اه ده على طول بيحصل في حين او يعني انت ماشيه في طريق فتلاقي اللي بيبص لك بيبص بنظره مش كويسه في حين لو انت مثلا كنت في اي دوله تاني بره مصر هتلاقي لما حد بيقابلك بيبتسم وبيصبح عليكي. اه لا هنا بنمشي متضايقين من حاجه ده جاي من إيه مش والشناد. فكره متضايقين احنا اتعلمنا دي ثقافه اتعلمنا ان احنا اي حد بيقرب مني ده عدو. اي حد بيقرب مني فدوت بيتعدى عليا. فرد الفعل بتاعي ايه لازم اروح مديله كده وش يعني. يعني قصدي حضرتك احيانا ممكن يكون من داخل الاسره وممكن يكون من البيئه المحيطه حوالينا مش شرط البيت. بس هقول ان البيئه دي دي بعد كده لكن الاساس هو البيت. الاسره أوه. لان هي الاسره هي البيئه اللي, اللي بره يعني زي ما انا بتعامل مع الطفل داخل الاسره كده خلاص بقى التعامل ده الطبيعي فلما حد بيتعامل بيه بيتعامل بره بنفس الاسلوب لاني خلاص بينزلي. حاجه اتزرعت جواه والنتيجه ان هو بيعمل بالظبط كده لكن طبعا ال ال البذره الاساسيه هي الاسره وبناء عن دوت الطفل بينشا بقى في البيئه دي في الثقافه دي خليني اقول حاجه تاني ان في اثناء الانسان ما هو بيكبر لو انا قلت النهارده الاغاني اللي موجوده والاطفال جدا بتحبها كلها اغاني إيه؟ عنف اغاني, أغاني حطه جدا أوه. واغاني عنف وبيستخدموا ادوات بالظبط وبتحط على الكراهيه وعلى الغدر وما فيش محبه وما فيش امان وما فيش سلام فهيجي منين الهدوء او ال عندهم فكده انا بزرع ثقافه كامله بكل جوانبها اللي بتطلع شخص عنيف فده المشكلة الأساسية وده السبب الأساسي أنا محتاج أن أنا أكون بغير الثقافة نفسها من البداية للأسرة نفسها عشان الأب والأم من البداية خالص بالظبط فأنا محتاج برنامج أسري من بداية العلاقة الزوجية أني يعني أنا هرتبط فهترتبط هتبني الأسرة دي على أي أساس المفروض الزوج الزوجة يكون لهم توعية أصلا قبل الزواج لاني طبعا خلاص اللي نشا ده نشا بس محتاج بقى يغير فكره للجيل الجاي اه يعني هو خلاص بيبقى احيانا الاب والام مثلا من سنهم اكبر ما بيكونش ما كانش عندهم وقتها الثقافه بتاعه التربيه الايجابيه فده مش مزروع جواهم لكن المفروض نحسن من نفسنا بالزبط. او نشتغل على نفسنا اكتر بصراحه يا دكتور الموضوع حلقتنا شيق جدا والمداخلات المداخلات جايه من اول حلقه وده عكس يعني الحلقات اللي قبل كده معانا مداخله الو طيب هي فصلت ترجع لنا مره ثانيه أه نرجع نكمل كلامنا قلنا ان الاسره او التربيه من البدايه خالص من بدايه الاب والام للطفل اللي لسه في بطن مامته خليني اقول بقى ان هي كده كثقافه مجتمع يعني انا طبعا بشكر قناه الصحه والجمال انها بتعرض موضوع زي دوت دور الميديا مهم جدا في توعيه الاسره أه بقى اقرب لينا كلنا واي حد لينا كلنا ماسكين الموبايلات نوعي بقى بالظبط انا عايز أقول صح. كمان القنوات اللي زي قناه صح وجمال انا طبعا بشكرها على برنامج زي دوت اللي بيتوعي الاسره ان ازاي ان احنا نبتدي نزرع ثقافه مختلفه نزرع قيم مختلفه بصفه عامه على اساس اللي لسه داخلين على مقبلين على مرحله زواج ده جزء اللي بيكونوا متزوجين يبتدوا يغيروا من فكرهم وثقافتهم الاطفال لما تكون بت.. يعني بتسمع او بتقابل حاجات زي كده هتغير الفكر بتاعها وهتزرع شيء جديد فدي يعني نقطه البدايه اللي المفروض تكون بنبدا كلنا من عندها يعني هي بدايه من ال... من الزواج الب... بالظبط من الميديا نفسها اللي هو بت... يعني بت... 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 يعني بتبث الثقافه للمجتمع نستغلها بشكل صح ونبتدي نوعي بالظبط كده طيب احنا المداخله رجعت تاني؟ الو الو ايوه صباح الخير صباح النور اسمك ايه؟ اسمي منى اهلا ازي حضرتك؟ منى اهلا بيكي يا منى اتفضلي آه، انا ابني دايما مشاكس ويعني بيعمل عنف إيه عنف ازاي؟ آه، بيضربني مثلا وكده طيب اوكي يا منى هنرد على حضرتك يعني دي كبدايه ان طبيعي الطفل لما بيكون مامته مثلا بتتعامل معاه بالضرب على طول هو عرف ان اسلوب الحوار اللغه الطبيعيه انه زي ما هي بتضربه هو يضربها. فلما يبتدي الطفل وهو صغير إيه بس يا دكتور ده غير مقبول. طبيعي غير مقبول وغير مقبول اصلا ان الام لما بتتعامل مع الطفل اصلا بتتعامل معاه بالضرب ما هي اللي زرعت جواه الثقافه انه يضرب. مم. فالطفل لسه صغير انا بضربه، بعد شويه ابتدى هو يضربني. طيب دي هي المقطة. يعني حالة زي دي هي تعمل إيه دلوقتي؟ هقول لحضرتك بس أكمل الجزئية دي، بتفضل. أنا أوقات بلاقي مثلاً إن جوه الأسرة طفل بيجي يضرب مثلاً مامته فبابا الأب يضحك، أو الأم نفسها وهي ولسه الطفل صغير بتضحك. آه هي ضحكت لما ضربها وهو صغير، والأب ممكن يبقى ضحك لما ضرب الأم أو ضربه، ضرب الأب وهو صغير. خلاص الطفل دوت تتعلم إن ده من دي الأسلوب الطبيعي اللي بيعجب بابا وماما. ده كبداية. اذن معنى كده ان انا عشان اتخلص من من الاسلوب دوت المفروض ان انا بوقف التصرف ده اولا انا مش بمد ايدي على الطفل كبدايه وبعد كده لما بلاقي طفل بيمد ايده عليا ولما بيكون لسه في سن صغير مفروض بمسك ايديه بقول له ده ما ينفعش عيب بابا او عيب ماما من هو لسه طفل وبمنعه صغير وبمنعه لسه على طفل ده صغير أو... يعني دعم الاب للام في الوقت ده مهم في اوقات كتير اب بيتجاهل امر زي دوت وبيقول وي يعني ده لسه طفل مش فاهم، لا هو طفل وفاهم لان هنا انا بزرع يعني في سن معين يا دكتور؟ من الطفوله من البدايه ما ينفعش كمبدا الكلام يكون بالايد المفروض الكلام باللسان إيه ولا بالبق. مننا ولا منهم ولا مننا ولا منهم فبمجرد ما الطفل يبدا في حاجه زي دي المفروض ان انا بوقفه دايركت ومفروض ان نعم. الاب والام يجتمعوا على هذا الراي اوقات كتير بيكون الجدود بيدعموا الجزء دوت هو طفل مش فاهم سيبيه وايه يعني لما ضربك ده حتى عيل يعني الضربه دي عملت ايه اه فعلا المبادئ دي غلط ثقافه غلط الثقافه دي هي اللي بتخلي الطفل يتطاول ويمد ايده وما بيحترمش كبير ودي من ضمن المشاكل بتاعه العنف فالمفروض هنا ان الكل بيجتمع على نفس الفكر ان التعامل مفروض بالكلام وكلام كمان الكلام الهادي مش الكلام الجارح والموجع ده نقطة مهمة لأن من ضمن العنف مش كل عنف بيكون ضرب في عنف لفظي فالعنف اللفظي هو نوع من العنف فالكلام اللي بيجرح واللي بيوجع واللي بيحرج كل ده عنف بس يا دكتور العنف اللي بيوصل للذبح والقتل والعنف الزيادة عن لزوم الجرائم هقول أن العنف مراحل بين بيبدأ بعنف لفظي وبعد كده يبتدي بعنف بالإيد وبعد كده يتحول لجريمه اه فهي مراحل مرح. الطفل دوت نشا على انهي ثقافه على انهي مرحله فهو بيعمل ايه م. فكتير قوي ان اطفال لانها ما تمنعتش من العنف دوت من البدايه من البدايه تطور من عنف يعني لفظي لعنف باليد وبعد كده عنف بيكون فيه اذى جريمه يعني إيه طيب دكتور هي الجريمه عامة حاجه بشعه وصعبه جدا إيه لو بنسمع ان هي خارج الاسره يعني حد عنده مشكله مع حد وحصل القتل لا انا بتكلم دلوقتي على داخل الاسره ايه الدوافع اللي تخلي انسان طبيعي جدا انه يقتل حد من داخل الاسره فرد من افراد الاسره؟ هقول هنا بقى احنا دخلنا في جزئيه تاني وده مهم أوه. هقول ان الطفل بطبيعته مايل ان هو يكون شخص اناني ده اساسي ده اي طفل من, من البدايه من البدايه فالطفل لو ما عودتهوش ان في حدود ان دي حاجتك ودي حاجه غيرك فبيبقى الطفل عايز ياخد كل حاجه لي فدي العنصر التاني اللي بيدفع الشخص للجريمه فالطفل لما بيكون متعود انه ياخد كل حاجه لي لما تيجي تاخده من تاخدي منه حاجه تلاقيه في الاول بيتعصب بيتنرفز بيتشنج بيخبط راسه في الارض بيخبط راسه في حيط بيضرب حد قدامه دي كلها تصرفات نبعها ايه؟ الطفل دوت مش عارف حدوده فين. الحاجه الثانيه هنا بقى ان انا ما حطيتش حدود للطفل ان ده ليك وده مش ليك، ده بتاعي ده بتاعك، ده بتاع اخوك وده بتاعك، ده بتاع اختك وده بتاعك. ده من البدايه للاطفال. بالظبط. طيب مثلا هنتكلم عن السن الاكبر، هنتكلم عن الشباب وده يعني الحوادث المنتشره في الفتره الاخيره شباب كبار. ما هو الشباب الكبار دول لان ما تعلموش من الطفوله بدايت. فالموضوع كبر معاهم في وقت ما هم كبروا النهارده بتلاقي اسر كتير يعني اب مثلا آه ابنه عايز ياخد منه عربيته مثلا اوكي وده ودي من ضمن يعني امور موجوده عندنا اب عنده ابنه مش مقدره يعني, يعني عايز ياخد منه العربيه بتاعته حتى لو بالعنف يعني فعايز اقول ان الطفل دوت ما اتعلمش ان دي حاجتي ودي مش حاجتي دي حاجتي ودي حاجه بابا ما تعودش يحترم خصوصيات الاب ما تعودش يحترم خصوصيات الاخر كمبدا فبالتالي عايز كل حاجه ليه بصرف النظر بقى الاب الام دول يعني يعني ظروفهم ايه احتياجاتهم ايه قادرين ولا مش قادرين فدي المشكله الحقيقيه بس يا دكتور موجود ان بيكون في اب وام يعني ربوا اولادهم كويس جدا وعملوا كل اللي عليهم وهو كبر البيئه اللي حواليه صحابه اتعرف على ناس جديده غيرته لكن هم بيكونوا من البدايه عاملين كل اللي عليهم معاه كطفل فده بيعتبر سبب من اسباب العنف لا يا فندم انا عايز اقول لحضرتك حاجه الطفل لو انا بنشئه وحاطط له حدود عمره ما بيتطاول انه ياخد حاجه مش بتاعته هقول لحضرتك انا او حضرتك هل ممكن تاخدي حاجه مش بتاعتك؟ إيه لا صعب. صعب ليه؟ عشان انت نشاتي في بيئه علمتك ده والزمتك بده واحترمت يعني علمتك تحترمي خصوصيه الاخر. مش كده؟ يبقى هنا الموضوع هنا ربايه ونشاه وبيئه حتى إيه بس لو انا تعرفت بس انا شايفه انه وارد انه يحصل بالذات عند الولاد إيه بيبقى في شاب خجول محترم فيه صفات كتير كويسه وفجاه يتعرف على صحاب او حاجه يغيروا فيه ويخلوا عنده العنف ده لما بيكون البيئه انشات الشخص ده بطريقه صحيحه وسليمه حتى لو اتعرف على ناس يعني مش اسوياء هو نفسه بيلفظهم وهم بيلفظوه ما, <applause> ما بيتفقوش ما بيتفقوش ما بيعرفش يتعامل معاهم هيكون بيكتسب خبره وثقافه نفيده موجود الا انه هو مش هيقدر يعمل ده لانه نشا بطريقه صح لكن الشخص يعني انا عايز اقول ان في جزء تاني برضو هو مرتبط يبقى انا قلت ان عدم وجود حدود لكن انا عايز اقول كمان ان غير عدم وجود حدود ان اوقات كتير أني انا بخلي الشخص دوت مدلل شخص مدلل والشخص المدلل دوت اتعود ان كل حاجه لي ان انا بعمل ده بالظبط كده فهنا حته التدليل وعدم الالزام هي اللي خلتني ما اضغطش على الطفل دوت عشان اعلمه ان حدودك ايه وايه ليك وايه عليك. فهنا الحاجه الثالثه هنا حته التدليل، التدليل ده شيء خطر جدا. نتيجه التدليل بقى انا عايز كل حاجه ليا الانانيه مرتبطه كمان هنا بجزء تاني بالتدليل. انانيه مع تدليل هيطلعوا الشخص دوت يميل للجريمه ويميل للاخذ باي ثمن واي طريقه. لانه اتحول لشخص اناني بيدور على ماله مش مال الاخر. هنا انا ما حطيتش للشخص ده حدود وهو طفل فلما كبر نشا بدوت ولما ك... لما هو مدلل فالنتيجه الطبيعيه ان هو برضه عايز كل حاجه ليه لانه هو المرفه يعني انتوا مش مهم انا المهم طيب دكتور دلوقتي الجرائم اللي بنسمع عنها بنسمع زي ما قلت لحضرتك ام قتلت اولادها او العكس انعدام الرحمه او التجرد من المشاعر الانسانيه او بيتجرد من انسانيته بيتجرد من الرحمه كل حاجه ده بيكون اسبابه ايه؟ طبعا هو دي كلها بتتسمى انحرافات سلوكيه وبيكون يعني العيله دي مترابطه او مثلا زوجين متجوزين عن حب والعلاقه مستقره جدا وفجاه تلاقي طرف من الطرفين الأسباب اي أس... يعني اي سبب مش سبب معين احيانا بتبقى خيانه احيانا بتبقى حد دخيل على حياتهم فانعدام الرحمه او ان حد يجي ست قتلت جوزها وقطعته والحاجات اللي بنسمع عنها دي انعدام الرحمه بيجيبوها ازاي او بيعملوها ازاي هل ده بيتصنف مرض نفسي ولا هو طبعا ده وارد يكون دي كلها يعني مشاكل سلوكيه وامراض نفسيه مش مش عايزه سؤال بس انا مش بتكلم عن المرضى نفسيين انا بتكلم عن الاسوياء أوه. اوكي طبعا في انحرافات سلوكيه ده امر معروف ودوت بيندرج تحت تعديل السلوك او يعني الانحرافات السلوكيه لكن هقول ان الطبيعي مش كده لو انا عايز اقول ان اتنين بيحبوا بعض زي ما حضرتك قلتي فالطبيعي مش طبيعه المراه او طبيعه الزوجه ان هي بتميل لاكثر من شخص اكيد اه ده ده الطبيعي, الطبيعي ده العادي الراجل ممكن واحده واثنين وثلاثة واربعه مظبوط هنا بقى ايه اللي بيخلي فيه انحرافات سلوكيه اللي بيحصل هنا بين الزوجين جروحات جروح م. اوكي كل ما بيحصل جرح كل ما بيحصل فاصل او انفصال فجوة. بالظبط فجوه انفصال الانفصال دوت بيزيد كل ما ده فبيبعد الطرفين عن بعض في حاله ان بيحصل التباعد اللي بينهم اصبح في مساحه مسموح ان حد يدخل في الوسط م. ودي المشكله الحقيقيه اللي بتسبب بعد كده الخيانه الزوجيه. هي اللي وليها اسباب كتير مش شرط الخيانة بس هي ليها اسباب كتير. ما هقول ان ما هو لو قلت الخيانه هقول يعني هقول خيانه هقول بقى يعني غدر عنف يعني باي صوره من الصور. أوه. لكن مصدرها الاساسي ايه؟ ان علاقه الحب والترابط اللي بين الزوجين كان موجود. اللي كان موجود ابتدى يتفكك. م. فحصل تباعد. والتباعد كل ما بيزيد كل ما بيزيد قصاده القساوة والعنف فبالتالي كل ما بيتجرح زوج من, من الطرف الآخر من زوجته أو زوجة من زوجها كل ما بيحصل بينهم فواصل هقول أوقات كتير يعني بيكون في احتياجات الزوج أعلى من الطبيعي أو يمكن إن كان بطبيعة الرجل بي يعني شهواني أكثر من المرأة وان قلت ان المراه هي عاطفيه فبيحصل عندها انتماء لزوجها لكن الرجل ممكن يكون بيبص لواحده واثنين وتلاتة او تعدد زوجات في نفس الوقت دي امور بتبقى جرحه بالنسبه للزوجه بتبعدهم عن بعض فده بيكون من ضمن الفواصل وما دام حصل تباعد بين الزوج والزوجه او حصل ان الزوجه ما لقيتش ان الزوج ده ليها بالكامل فبيحصل هنا جروح وفواصل ما دام جروح وفواصل وارد قوي ان حد بيدخل في النص ويحصل الخيانه بتتسبب على طول ما دام وصلنا بقى لحته الخيانه اصبح الزوج مش هو الاساس بالنسبه للزوجه اصبحت الزوجه مش الاساس بالنسبه للزوج بيبتدي يدخل طرف ثالث فبيحصل هنا الانفصال اللي ممكن يؤدي بعد كده لجريمه طيب دكتور كنا زمان إيه كنا كل فين وفين لما نسمع ان حصل جريمه او ان فلان قتل فلان، دلوقتي الموضوع بقى زياده عن اللزوم، تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي غير لما بنسمع إيه في اماكن مختلفه ان حصل فيه جريمه قتل، إيه ده سببه ايه؟ شوفي هقول الشك، الغيره، الخيانه الزوجيه كل دي عوامل بتاثر وبتوصل للجريمه. فلو انا ابتديت افحصهم واحده واحده هقول اني العلاقه السويه بين الزوجين لازم تؤدي لحياه سويه هقول القيم اللي كانت موجوده قبل كده احترام الزوج لزوجته واحترام الزوجه وتقدير الزوجه لزوجها ده كان جزء كان اساسي في المجتمع المصري النهارده هقول الميديا علمت الزوج وعلمت الزوجه عدم احترام الاخر الميديا ليها دور اساسي جدا في الجزء دوت الميديا انا مش بتكلم عن اعلام انا بتكلم عن بس كمان مش كله يعني اكيد يعني. في جانب كويس مش هقول لا الا اني الاكثر شيوعا ايه؟ الاكثر اللي انا اقول مثلا لو انا جبت مسلسل مسلسل 29 حلقه فيه جريمه ومشاكل واجي في الحلقه ال 30 لمده 10 دقائق ربع ساعه اكيد ده سبب كتير بيأثر علينا يبقى انا زرعت ثقافه لمده 30 يوم واديت معلومه في 10 دقائق اه فانا زرعت ثقافه شكلها ايه؟ عنيفه وغير سوي بالظبط كده، انا بقى عملت العكس زرعت ثقافه سليمه المجتمع لما بيكون قاعد بيتفرج على ميديا وقاعد بيتفرج على جرائم ومشاكل وحاجات زي دي غير لما بيكون قاعد يتفرج على قيم ومعاني جميله هقول ان لو اتفرجنا احنا على يعني الحاجات اللي هي الكلاسيك القديمه بنشوف قد ايه كان في مشاعر وعواطف وحب وحاجات زي كده ده مش موجود النهارده عشان كده حتى بن... بنقول زمن الزمن الجميل ليه زمن جميل عشان كان في قيم أوكي. القيم دي مش موجوده ليه النهارده في, في, افلام ومسلسلات و... هي دي القصه ودي المشكله الحقيقيه عشان كده احنا نفسي ده بنحاول نرجع للقديم اكيد طيب دكتور وحضرتك جاي لك مثلا حالات او سمعت عن حاجه ان مثلا بيكون في انسان سوي وكويس جدا كنت كان حضرتك في النقطه دي واختلف تماما لدرجه ان احنا بنشك ان الانسان اتغير في كل حاجه وارتكب جريمه أه هقول لحضرتك ان الاساوه بتوصل الانسان لده والاساوه ما بتحصلش في يوم وليله القساوه بتحصل تدريجي القساوه بتبدا بجرح في كلمه وبعد كده موقف وبعدين الموقف مع تكراره مره واتنين وتلاتة لو انا في شيء انا حتى لو كنت بحبه بعد وقت خلاص بتعب منه بمل اوكي وبعد ما الانسان بيوصل لمرحله الملل وما زال نفس التصرف موجود بيقابل بعد كده برفض وبعد الرفض بيحصل فصل وبعد الفصل بيحصل عنف. يعني ممكن من كتر القساوه دي او يحس ان هو مش مرغوب فيه ده يوصله ان هو يرتكب جريمه كبيره؟ عايز اقول وارد ان شخص ما وصل للمرحله دي ووصل انه انه شعر في الاخر بغدر او بخيانه. فبيعمل ايه؟ ممكن يوصل لمرحله الجريمه لو هو بيتصرف باسلوب مش سوي. لكن هو لو فكر بطريقه طبعا سويه ومنطقيه لو هو لقى حد يكون بيرشده إذ يعمل ايه عشان يتخطى مرحله الغضب والعنف ممكن ما يرتكبش طيب اكيد مش يعني, يعني, يعني مش كل الناس هترتكب جرائم اكيد لكن اللي بيرتكب جرائم ده ما لقاش دعم نفسي ما لقاش ارشاد بحيث ان هو يكون بيحتفظ بالامان بتاعه والسلام بتاعه عشان يقدر يكمل حياته بطريقه سويه يعني إيه طيب دكتور ايه السبب اللي خلى القتل او موضوع القتل والجرائم عامه بقينا بنسمعه كانه حاجه عاديه مش زي زمان كنا لما نسمع ان مثلا حصل حادثه معينه في بلد معينه كل الدنيا تتكلم عليها وكان يبقى حادث شنيع وكل الدنيا عارفاه دلوقتي بقينا نسمع كل يوم جريمه شكله بقى عادي فده ايه سببه تدني المستوى بتاع التفكير وتدني الثقافه تدني العلاقات بين الافراد الاسره وبين افراد المجتمع يعني عايز اقول النهارده لو حضرتك ماشيه في الشارع وبيتقابلي حد في الطريق يعني بياخد طريقك لو انا مش عايزه اتكلم بصفه خاصه عن حاجات معينه زي لو قلت توك توك وميكروباص بيعمل ايه فينا في الطرق اه اكيد ف يعني ذوقيات واخلاقيات يعني بالظبط فين بقى الثقافه والتوعيه والمواقف الايجابيه اللي المفروض تاخدها حتى الدوله ضد يعني حاجات زي دي اللي بتوصل انسان لجريمه انا ممكن بيعتدى عليا وانا ماشي في الطريق 50 مره من كذا حد لفظي او بالظبط كده بالظبط فانا يعني عايز اقول المستوى الاخلاقي بينعدم بينحدر بسبب سلوكيات واخلاقيات مفيش فيها توعيه مفيش فيها يعني قوانين وقرارات بتكون بتحسم ده فعايز اقول كم من الناس بتتغاضى عن حقوقها لما بتتعرض عن لمواقف زي دي لان مفيش قانون هيحميه في الاخر فبنتعرض كلنا لدوت لان في تدني هنا في الثقافه كل يوم بنشوف الحاجات دي لازم نوعي الناس اكتر من كده. بس طيب بس احنا معانا مداخله مين معايا؟ انا مدام اسراء اهلا بحضرتك اتفضلي. بصي حضرتك انا متجوزه بقالي سنتين. تمام. وفؤدي حاكم عليا بالاجبار ان انا نقعد مع مامته وباباه. انتوا قاعدين وبابا في نفس يعني... البيت؟ اه بيت عيله. تمام ممي. بس بالاجبار يعني لو قلت انا مش نازله ممكن يضربني ويقول لي لو مش عاجبك العيشه يمشي او يشوف يطلعيني شوفي يشوف يعمل اللي انت عامليه بس انا عايشه بالاجبار كده وبابا اللي بيتحكم فيا يعني البيت ازاي بيس بيتحكم بيس فيكي يعني مثلا عايزه نطلع مثلا لا ما فيش طلوع جوزي على طول مش مش قاعد معايا هو بقى اللي دايما يتحكم لو جوزي قال لي حاجه حمايه يقول لي لا يسمعي كلامي انا فاهماني اه فانا عايزه نعرف انا نعمل ايه انا مش عارف ايه دكتور حضرتك وبعدين انا في محافظه عم. تانية غير محافظتي انا في من اسكندريه ومتجوزه في البحيره حتى إن أنا نروح نشوف اهلي ممنوع ايه ده طب ليه كده يعني ليه في عندك يعني شايفه من غير اسباب انت كويسه معاه كله تمام وهو كده انا كويسه وكل حاجه بس نقول له نروح لماما يقول لي طب ومين هيخدم امي وابويا أوه لا هو كده مش جايب زوجه ماشي شكرا ليكي مدام اسراء ايه ده؟ يعني طبعا نوع <applause> من العنف الاسري التحكم من اشخاص م. ما لهمش ان هم يتحكموا في حياتي بالظبط كده هنا الـ الـ يعني ابو الزوج هذا شخص متسلط وحتى مش بيراعي انه ده زوج ودي زوجته مسؤول عنها فهو بيعتبر نفسه انه مسؤول عن عن الزوج وعن عن, عن مراته فهو هنا متحكم في نفس الوقت الزوج هنا متخلي عن دوره كزوج كراجل م. ودي مشكله فانا عايز اقول ان دي برضو هي ثقافه عايز اقول ده طبعا منتشر في جو الارياف زي ما بتقول انا من البحيره اه جدا بالظبط فهنا خصوصيه الاسره فين مشكله ثقافه لو النهارده في توعيه بتقول لها لا يا إيه بنتي ما ينفعش ولو ما بتقول للزوج دوت ما ينفعش لو بتقول لابو الزوج ده ما ينفعش وفي ناس تقدر تكون بتحسم الكلام دوت سواء كان في جهات دينية أو جهات <applause> حكومية قضائية تكون بتحكم الكلام دوت مش هيحصل مشكلة زي دي وكمان هي كان إنسانة هو شخصيته حوقها. تماما لاجي شخصيته تماما بالزبط. كزوج بالظبط كده خلي حد تاني يمشي الدنيا ويمشي الحياة ده مش طبيعي هو أصلاً. بالنسبة له هو يعني دي جايبة عشان تخ... يعني سوري في لفظ تقضي لي احتياجاتي وتخدم أبوي أمي ما انا كنت عايزه اقول كده بتقول ممنوع حتى اروح اشوف اهلي بالظبط كده وهي كانسانه ملهاش حقوق مين يقول دوت؟ طب هي تتعامل ازاي في حاجه زي كده؟ المفروض ان هي ترفض دوت لان هي يجب يكون لها حدود كانسانه. المفروض هي ترفض دوت يكون ليها كمان دعم دعم من العيله بتاعتها لان ممكن كمان هي تروح لعيلتها يقول لها لا دي حياتك عيشي. آه دكتور دكتور المشاكل دي ممكن تكون دافع سبب للجرائم او ارتكاب الجرائم؟ بتوصل ده عايز اقول انا مع اعتذاري طبعا انا مش هقصدها بصفه خاصه لكن انا عايز اقول لما بيحصل حاجه زي دي الزوجه مش لاقيه نفسها. أوه. عايزه تتخلص من من الحياه دي يا اما تنتحر يا اما هتكون بتتعلق بشخص اخر يحس بيها. وده بيحصل على طول بالظبط مين هنا بقى سبب في زي دوت؟ بالزبط بالظبط كده اذا عايز عايزه اقول دي ضحيه لفكر مجتمع لعادات وتقاليد مجتمعيه ان دي يوم ما تقول انا اتخلى عن عن العيله دي لاني انا مش لاقيه نفسي جواها ازاي تعملي دوت؟ ما إيه ينفعش ده نصيبك عيشي يعني تاخد نفسها كده وتمشي؟ المفروض ان يكون في وقفه بناء عن ان ده ما ينفعش ويكون كمان تدخل عيلتها كاب ام اخوات بود بحب احنا دخلنا في محبه وسلام وممكن نخرج بمحبه وسلام. بس واضح من العيله الثانيه ان هم جايبين حد يعني أنا مش شايفه ان ده من حقهم. لا طبعا مش يعني حقهم. يعني ايه تخدم اهلي او ما تروحيش لاهلك عشان تخدمهم؟ هي تخدمهم بحب بود مش قهر. يعني حلوة والله قوي أنا, انا شايفه تخدم. كمان ولا بحب ولا بود ده مش ده قهر مش فرض ده قهر اه أو. اوكي ده ما ينفعش ما ينفعش لكن كثقافة لا 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 ما ينفعش دي دي حياتك عيشي أو. واوقات كتير ممكن يبقى باباها ومامتها واخواتها دي حياتك عيشي إيه ناس سلبيين يعني. وارائهم سلبيين وبيجوا على نفسهم اذا دي ثقافة وفكر هذا الثقافة والفكر ده سليم صحيح طبعا اكيد خطأ فهي ضحية فكر وضحية مجتمع المفروض يكون في يعني شيء مختلف عن دوت عشان نقدر نكون يعني بن يعني بنعيش حياه سليمه لان بالطريقه دي هي لو معاها طفل هتربيه ازاي؟ هيتربى طالع شايف الام دي ملهاش ملهاش شخصيه وملهاش راي في اي حاجه في البيت بالضبط مش اكتر من ان حد بيخدم في بيت ادي قيمه ام انا عايزه اوجهه ليكي اسراء ما تكمليش بالشكل ده اعملي وقفه جابت حل قدرتي ان انت تقفي وتعيشي حياه بشكل طبيعي وتاخدي حقوقك اللي هي ابسط حقوقك انت تخدمي جوزك واولادك كرم منك وتقدير لاهله براحتك مش عايزه ما تكمليش انا شايفه كده ما تضيعيش عمرك ووقتك مع شخص هو لاغي نفسه مش انت كمان اللي لاغيه نرجع نكمل كلامنا يا دكتور عن العنف او اه تاثير او ان احنا بقى احنا لما بنسمع الجرائم كتير حوالينا او كل يوم والتاني نسمع ان حد قتل حد اه هل ده بيأثر على نفسيتنا احنا؟ التأثير ازاي التاثير ده بيكون على شكل ايه؟ هقول انه طبعا الواحد اكيد بيشمئز جدا لما بيسمع حاجات زي دي بيتاثر سلبيا جدا بيضغط جدا نفسيا ولو حد كمان واعي للمشكله فبيشوف قد ايه ان احنا محتاجين ارتقاء في الفكر ارتقاء في الحياه محتاجين ان احنا نعيش ك يعني انسان كبشر بحيث ان نتعامل مع بعض بطريقه سويه سليمه في احترام للاخر وتقدير للاخر المفروض ان انا بشوف الاخر بصوره تليق بي كانسان وبتعامل معاه بصوره طليق بي كانسان لما بشوف انا عنف زي دوت شيء مؤسف جدا ومؤذي جدا وعايز اقول لو اتكلمت حتى قلتني يعني هل ينفع ده يكون في مصر؟ ده لو هو أنا تقريبا مش موجود غير في مصر بشكل كبير بالظبط كده لو قلتني مصر ده بلد الحضاره اين الحضاره في ده؟ احنا محتاجين نرجع لاخلاقياتنا لعاداتنا لتقاليدنا اللي تكون بتخلينا وبتؤهلنا نكون وسط مجتمع راقي مش مجتمع بالصوره دي ده ما ينفعش والدين والتشريع ده ده من ضمن ما هو الدين ليه دور والتشريع ليه دور الاثنين طبعا ليهم دور اتمنى طبعا يكون في برامج كتير توعيه لحاجات زي كده على السوشيال ميديا وفي كل مكان بالظبط كده الموضوع بقى محتاج ب... بالظبط آه يعني ان احنا ن... نوعي اكتر من كده و... بقى في البيت يعني زي المداخله اول مداخله جات لنا ابن بيضرب مامته وده موجود كتير جدا على فكره يا دكتور ختان في سن المراهقه او السن اللي هو بادئ بقى يشوف نفسه فاول حاجه بيعملها انه يتعدى نفسه على راجل على امه او اخواته أو أخته البنات او لو عنده اخت بنت بالزبط. او كده اه زي ما حضرتك بتقول دي حقيقة. فده برده كنا عايزين نوجه رساله للسن ده بالتحديد لان السن ده عامل مشاكل سن <applause> المراهقه <applause> اه دي حقيقه انا عايز اقول ال... لو انا قدمت بس نصيحه من البدايه هقدم للام وللاب ازاي الاب يعلم ابنه انه يحترم الام ويكون داعم للام مش مع الطفل ضد الام انا ملاحظه في كلام حضرتك ان الاب تقريبا يعني هو كل نقطه اتكلمنا فيها هو اساس كل حاجه دي دور طبعا اساسي جدا المفروض ان الاب يكون بيخلي الام دي خط احمر محدش يقرب منه ودي الرجوله لما أوه. يبقى راجل بقى دي الرجوله. ده جزء، الجزء الثاني الام كمان ليها دور ان هي لازم تلزم الطفل انه ما يمدش ايده عليها تحت اي ظرف من الظروف، تحت اي بند من البنود. ولا هي... هزار ولا ضحك ولا اي حاجه ولا هزار ولا جد ولا جد ولا حاجه خالص. تعلم كمان الطفل انه ما يمدش ايده على حد، مش عليها هي بس. في قومات خد حقك قوم خد حق ضربك قوم اضربه. في أمهات كتير جدا بتتعامل بالشكل ده. طبعا ده من ضمن أخطاء شائعة أنا عايز أقول عشان بس النقطة دي ما فوتهاش إن لو طفل مش مطلوب إن هو كمان يضرب فالمفروض لو حد بيضربني أنا بمسك إيده بوقفه أو بزقه ببعده عني وده جزء من الحماية الشخصية إحنا بنتعامل فيه مع أطفال. أوه. إزاي طفل يدافع عن نفسه. فيجب الأم تعلم الطفل مش إنه يضرب لكن إنه يدافع عن نفسه. يوقف الضرب بالظبط ي... يعتديش. لكن ما يعتديش. ده جزء مهم. الثقافة دي لو موجودة الطفل دوت لما يبقى كبير شاب ووصل لسن مراهقة عمره ما هيمد ايده على حد لأن دي ثقافة نشأ عليها وهو طفل لما كبر بقى لقى نفسه راجل ابتدى يقلد ويبتدى يعيش بقى كراجل وشايف بقى ان الرجولة يعني ان, 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 بقى ان انا امد ايدي أوه. الرجولة ان انا يعني اقهر الاضعف مني الرجولة ان انا اقوى الرجولة عضلات الرجولة مكان عمرها ما كانت عضلات يبقى العلاج بيبتدي من الصغر بالظبط يعني طيب احنا معانا مداخلة جوابة من أفوال. الو الدوابة من اسوان اهلا بحضرتك يعني ممكن اقول رايي لو سمحتي في العنف اتفضلي هو سبب العنف داخل الاسره وخارج الاسره دايما بيكون الغضب بس اكيد بس الزوجه الزوجه لازم تكون عندها رحمه يعني يعني تفكر مش تنتحر ولا تشوف حد ثاني لو شافت حد ثاني هي هتفضح نفسها واهلها لكن لكن هي حدك ذاتها يبقى لها اهدافها تشغل نفسها مش بزوجها بس لا بحياتها بمستقبلها بأولى بمستقبل أولادها ونراعي الله الناس تراعي الله في بعضها وتعرف أن ربنا استأمنها على على أغلى, ح... أغلى شيء في الدنيا هو الإنسان أكيد روحنا غالية علينا في حياتنا على لازم تهتم بأطفالها وتهتم بعيالها وتراعي الله في زوجها وفي أهله وفي ذريتها وفي نفسها بجد انت مداخلتك حلوه جدا وكلامك جميل بجد انا بشكرك إيه رجعنا تاني نتكلم عن الغضب في البداية كان في بداية كلامي كنت بتكلم عن ان احنا فعلا محتاجين ان احنا نقرب من ربنا قوي ونتقي الله في كل تصرفاتنا ونتقي الله في كل حوالينا حياة مش قادرين نكمل فيها بدل ما هي زي ما بتقول إيه ننتحر او نقتل حد إيه ان احنا نتقي ربنا في المعاملة او ما نكملش في العلاقة ونسيبها ونمشي إيه برضو كانت بتكلم عن الغضب ان هو سبب الجرائم. خليني اتكلم عن نقطه الغضب هقول لو انسان معتدى عليه تمام. الطبيعه هيغضب صح أكيد. ولا غلط؟ اه اكيد هيتعصب ويسوق ولو لو احتمل مره اثنين الثالثه مش هيحتمل العشره مش هيحتمل هيوصل بعد كده لمرحله الغضب فالغضب ده شيء طبيعي من كيان وشخصيه الانسان لكن اتحكم في الغضب ازاي ده مهم من ضمن التحكم التحكم في الغضب ان انا ببعد عن ال... عن الدائره اللي بتوصلني للغضب ده جزء م. اساسي مهم لكن لو انا قلت الحاجات إن... اللي هتعصبني او الاشخاص اللي أو هتعصبني او الاشخاص اللي بالظبط كده فهنا بدل ما انا بوصل للغضب والغضب ده يوصلني بعد كده للجريمه المفروض ان انا بشوف مصدر الغضب ده اللي هيوصلني للجريمه ايه لا بنقص بلاش منه ده جزء مهم ف يعني اداره الغضب يعني امر مهم أوي بس هرجع اقول ان الانسان محدود ولا بد يغضب لان كان معتدي عليه وان كان الاعتداء دوت مستمر فده لازم هيحصل عشان كده اداره الغضب امر مهم واداره الغضب ان انا ازاي اتفادى واتجنب الصدام مع الاخر وان كان اللي قدامي شخص معتدي وماشي في طريق الاعتداء ما ينفعش ان انا اكمل معاه ما يعني ينفعش أعيش كده ممكن يحصل جريمه كبيره أو مشكله كبيره بالظبط لأن الطبيعي الإنسان أعصابه بتفلت ده أمر طبيعي لأنه إنسان ومحدود فطبيعي أن أيًا كان شخص بيحتمل هيجي عند مرحله هيفقد السيطره على نفسه هيغضب ده أمر طبيعي إذا هنا الحل عشان أتحكم في الغضب بتاعي إن أنا بشوف الحدود اللي انا قادر اتعامل فيها مع الشخص اللي قدامي لكن لما بوصل لمرحله بقى اني خلاص انا وصل لمرحله الانتقام بقى والجريمه ابتعد عن يبقى لازم ابتعد ما فيش حل تاني ايا كان الوضع واي كان الظروف لكن عشان أقول لا دي أوه. مثلا زي المداخلة اللي بتقول يعني ده جوزك وهتكمل معاه. اه كلها أسباب عنف وبنيجي على الطرف الآخر. ما دكتور مهدي في نهاية حلقتنا أنا بشكر حضرتك جدا وعايزة أوجه رسالة إن العنف مش حل لكل المشاكل إحنا ممكن نستخدم أسباب تانية كتير حلول تانية كتير ونستخدم أشياء تانية كتير ونروح نتعالج نفسيا لو عندنا مشكلة ده مش عيب. استنونا في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا.